راني توا نحب نرجع للخارج، وربما حتى نوصي، ربما نكتب وصية أنهم يدفنوني حتى خارج وطني، لأني أيست بكل صراحة. أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي. هذه الخلايا السرطانية اللي بد من الكيمياوي، ربما قضى عليها العلاج كيميائي مشابه بالأشعة، حتى القضاء على كل هذه الخلايا السرطانية التي تريد ضرب البلاد. ربما نكتب وصية أنهم يدفنونا حتى خارج وطني، لأني أيست بكل صراحة.